لو بحثت في سوريا تجد أكثر من 1000 جماعة، ومن جهة أخرى هي كلها واحد، وهذا يعني أن من يدعمونهم لا يزالون يعتقدون أن الإرهابيين يمكن استغلالهم لتحقيق أهدافهم السياسية. هذا غير مقبول تماما. والنقطة الأخرى أنه من المستحيل أن تستفيد منهم فعلا، فقد توصلنا في العالم أنه لا يوجد قناعة أن الإرهاب لا يمكن أن يكون جيدا أو سيئا. فالجماعات الإرهابية يوميا تغير أسماءها لتضليل الناس والاستفادة منها لأغراض سياسية. يجب فقط إقرار أن الإرهاب لا يمكن أن يكون أداة لتحقيق الأهداف السياسية.